هلا اسمعوني منيح، بضيعتنا في دكتورة وفي أدوية كمان، وبابنا مفتوح للجميع ما عدا الحماة. طالما في سلاح بإيديكن ما رح نساعدكن، يعني أعطونا السلاح اللي معكن منعالج مرضاكن. يلا خلونا نمشي. لوري 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 كامن سمروا على دكتور ناجينام تدحالي برشا. معي أدوية بتكفيني وبتكفي ست سنة، تفضل. يسلموا لي. الله يسلمك. يلا لوري 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 كام سمروا على نجينام تدو حالي برشامل شارنايا جدستم لوري. لا تأخذني أخي أيمن، سامحوني، صدقني الشغلة مو بإيدي.
بس أنت ما غلطت، هذا هو الصح. لازم تعمل هذا الشيء مشان ابنك. وهي البدلة، تفضل. هذا اللي عندي. ما بقي غيرنا، ما هيك؟ تقريباً الرجال كلها سلموا أسلحتهم. أغلبيتهم في عندهم ناس مرضانين، مضطرين ليروحوا لفارقين. أنا مالي عتبان عليهم، عملوا الصح. طارق، شو بدنا نعمل مشان مرت عمي؟ هلأ في عنا شوية أدوية، بس إذا ما وصلت الدفعة الثانية بالوقت المناسب أمي، شبكي شو صار لك؟ أمي، زلال، أمي، زلال، زلال وينك؟ لك دعي أمي، شوفي لك وينك أنتي؟ كنت رايحة أطمن على أخي، بتعرفي كيف الوضع، خايفة عليه كثير. ليكي روحي المركز الصحي وقولي له لأيمن إنه أمي تعبانة. ماشي ماشي أمي. يا الله. أمي لك عرفتي أنا ولا أنتي؟ قولي على طولي يا بنتي، قولي على قلبي عليك يا ربي. قولي خلاص الخير، قولي على عبدي عليك يا ردي، انا بدي اتبدى عنها يا حبيبي. يا بنتي